مشاهدي قناة ديسكو أمين تيفي، مرحبا داخل وخارج الوطن. مواكبة لملف السيدة حنان بن نريمي من برشيد، في هذه المراسلة بعدما سبق أن وجهنا رسالة عبر موقعنا للقناة إلى معالي وزير العدل ومدير الأمن الوطني تحت إشراف عامل عمالة إقليم برشيد للبحث ومتابعة الملف القضية ضد أحد ذوي النفوذ واستعمال جبروته لما له من يد خفية تسانده لإنصاف أصحاب هذا الملف وانتزاع حقوقهم ومحاولة السيطرة للسطو على ممتلكاتهم وأرضهم الشرعية. لنستمع إليها للتوضيح. لا حنان، انت على الخط، تفضلي. معكم بن نريمي حنان، مدينة برشيد، بالضبط من دوار شباكة مباركيين. أنا وريثة من ورثة ترنيمي عزوز، اللي كان عندنا مشكل ديال الأرض اللي ما باتا يعرف بأرض المباركين. ظهرت في بزاف ديال المواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت في مواقع محلية ووطنية، كلهم الحمد لله كانوا كيساندوني في هذا المشكل ديالي، لكن القضية طوالت بزاف. دابا ولينا أكثر من 4 سنين وأنا كنعاني أنا والأخوات ديالي، حنا عيالات راه سبحان الله، راه الرجال ما يقدروش يصبروا اللي صبرنا لي حنا. هنا شي ناس اللي في قلوبهم الرحمة واللي كيهتموا للعدل وتحقيق العدالة، ربما يعني شي واحد فيهم يقدر يلقى لنا شي حل ولا يوقف معنا. احنا كسفنا عراية الحمد لله وما عندنا ظهر علاش نتساندوا من غير الله عز وجل، الحمد لله حاطين في ثقتنا التامة. السيد اللي عندنا معاه مشكل قاضي كان ودابا محامي، يعني في دائرة النفوذ ديالو مما كيجعل كيأثر على المحكمة، كيأثر تأثير شديد جدا. كناشد جميع السلطات المعنية من رئاسة النيابة العامة الوزير العدل، سيدنا إلا شاف هذا الفيديو وصليه وشافه كنتمنى منه أنه يدير لي حل ويشوف فينا ولو التفاتة بسيطة. أنا ما بغى حتى شي حاجة، أنا ما بغى ديال عباد الله، ما بغى يعطوني فلوس، ما بغى يتعاونوا معايا، ما بغى والو، أنا بغيت رزقي ديالي يبقى ليا، بغيت أرضنا ومسقط رأسنا تبقى ليا، راه شرف هذاك، راه قضية ولات مسألة شرف. حنا عندنا واحد الأرض خارجة على برشيد بشي 6 كيلومتر، المهم واتينا ابا عن جد، يعني راه ماشي شي حاجه اللي جديده، راه الدار اللي فيها راه قدامت ورشات، راه كاينين الحيوط طارابه بوحدها. في اول الامر دار لينا ملف بانتزاع حيازه عقار، يعني هذا الشيء في 2018 دار لينا ملف بانتزاع حيازه عقار، ربحوا في الابتدائي وربحوا في الاستئناف، لكن للاسف واخا قدمنا وثائق ديالنا وجبنا الشهود اللي من ولاد المنطقه، هو استطاع باش يربحنا بجوج شهود من خارج منطقه برشيد، يعني لا علاقه لهم بالدوار، ما كنعرفهم، عمرنا ما صادفنا حتى في الطريق، وهما كيقولوا بان هذه الارض ديال هذا السيد وحنا ما عندنا بها علاقه. حنا قدمنا وثائق اللي يعني ما يمكنش لها تضرب على الحائط، ولكن تفاجئنا بان هذيك الوثائق ما تخاضتش بعين الاعتبار، منها شواهد الاقامه وحده في 2008 وأخرى في 2021، لكن وسط من هذه الفترة ديال 2008-2021 كاين معاينة من طرف الوكيل الملك للدارس، كان تا هو دار لنا ثاني واحد الملف أخر عند النيابة العامة بخصوص انتزاع حيز عقار بالضرب والجرح، كان الوكيل الملك دار واحد تحقيق معمق ودار بحث والتجأ للسلطة المحلية، قال لك هي اللي غتفض هذا النزاع، والحمد لله السلطة فضت هذا النزاع وقالوا بأن هذه الأرض ديالنا تخص ورثة عزوز بن ريمي وحجاجي فاطمة، مما خلى السيد الوكيل ديك الساعة يخرج قرار بأن هذه الأرض أرضنا وتحفظ الملف، كان هناك حفظ للملف، لكن في الشق ديال الضرب والجرح كان هناك باقي متابعة ولكن مع خبرة مضادة، بقى الخبرة السيدة مبغاتش دير خبرة ومازال الملف يروش في المحكمة وحنا مازال كنتابعو. هذه أولا. درنا عندنا وثائق ثبوتية أخرى اللي كتثبت أكثر وأكثر أكثر، هي تركات حنا ورثة، حنا ورثة ما طايحينش من السما ولا جابتنا شي طيارة حاطتنا تم، هاد التركة ديال الأب ديالي اللي ميت في 85، هاد التركة ديال عمي اللي تا هو ميت مسكين ومن خلي لا ولاد لا والو، بما جعل ان خوتي جوج الولاد هما اللي ورثوا فيه، يعني الملك ديالو والنصيب ديالو تا هو ديالنا. وعاد مشرى شارية خويا كاتبه ليه جدة بيع عليه بيع وشراء، هاد البيع راه في 96، يعني ديك الساعة كانت جدة من 85 حتى 96 باقا جدة حايزة تما، هي والام ديالي عايشين تما. كاين هاد الوثائق كاملة ما حركت حتى شي حاجة في الملف، ما داروش لها اطلاع ولا بحث، يعني العلم ان هي الاوراق اللي خصها تكون عند اي واحد كيدعي شي ملكيه ولا حيازه خصها تكون عنده هاد الاوراق، هاد الاوراق ما تخدوش بعين الاعتبار نهائيا. من بعد هاد الملف ديال السيناف اللي خدا فيه هو التأييد،
اصبحنا مهددين بالطرد من دارنا وبلادنا. خواتاتي اللي مساكن ما عندهم علاقه لوارثات شرعيه هما ثلاثه البنات اللي ما كانوش معنا في الملف، ما حضر التنفيذ جنى عليهم، جنى عليهم بطريقه مباشره. هو داك المحضر اصلا تا هو كان فيه الزور، درنا فيه الطعن بالزور لكن ما تحركش. تعرفين ولا تحرك هذاك النهار الملف والشكايه ديال الطعن غادي تجبد بزاف ديال الوسخ. دار تنفيذ، خواتاتي جوج مساكن اللي كانوا في شادين ارضهم مشاو ضحيه، دخلوا الحبس مده شهر، تحكموا ابتدائيا بالادانه وخرجوا مساكن كملوا داك الشهر وخرجوا. بقى عندنا امل في الاستئناف. في الفترة اللي فيها الاستئناف ديال الملف ديال الدريات، جا الملف ديالنا حنا ديال النقد والابرام اللي كنا ناقضين الملف اللي درنا فيه النقد، رجع الحمد لله لصالحنا، لان الملف خاصو يتعاود. هذاك الملف كان فيه بزاف ديال الخروقات، بزاف ديال المواضيع اللي كانت شارت ليها المحكمة ديال الرباط، راه معروفة محكمة النقد راه ما كاينش من بعدها، يعني هي شافت بان هاد الارض ماشي ديال هاد السيد، ماشي من الاحقية ديالو، ورجع الملف لصالحنا حنا ورثة عزوز بن ريم، يعني رجعت لينا الارض ديالنا، رجعت لينا. لكن هادشي قدمناه كوثائق في الملف ديال الاستئناف ديال البنات، خواتاتي ما حركش الملف، قال لك لا ما عندكمش ما يوفي. علاش ما عندناش ما يوفي؟ راه الارض ارضنا وارض بوانا وجدنا، حنا ما غاديش نستسلموا، ما غاديش نخرجوا، ولا حيت حنا عيالات وما عندنا حد، عندنا غير الله، ولكن ما غاديش نخرجوا من هذيك الارض وما غاديش نستسلموا. انا درت هذا الفيديو باش نوضح فيه بزاف ديال الامور. راه ماشي حنا عيالات غادي نستسلموا ونخرجوا، لا، احنا عيالات راه معنا غير الله عز وجل. ولكن راه كنتمنى من اي واحد شاف هذا الفيديو ديالي وشافني يكون عنده موقف، لان هذا الشيء راه وقع ليا انا، غيقدر يوقع لاختك، يوقع لامك، يوقع لمراتك، يوقع لاي واحد. راه بزاف هذا الشيء، راه ما يمكنش اي واحد عنده مركز ولا عنده سلطه ونفوذ يتعدى على الناس ويتعدى على بنات عباد الله. احنا عانينا معاناه كبيره بزاف، راه حنا كنطلبوا الرحمه عباد الله، راه بزاف هاد الشيء راه فوق الخيال. هاد السيد راه ما اكتفاش غير بالمحكمه بوحدها وبالقوانين وهذا، هاد السيد راه ولا كيهددنا، راه هددنا تهديد يعني ما كاينش بحالو. انا كندير شكايات كيجيوني من رئاسه ديال النيابه العامه، ها هما من رئاسه النيابه العامه، لكن كيدوزوا المحكمه سطات باش كتحيلهم المحكمه برشيد باش ياخذوا توجيه القانوني ديالهم، لكن الملفات ما كتحركش، كتبقى في بلاصتها، حنا ما عرفناش شنو السبب. وقلنا ربما حنا هاد رئيس المحكمه اللي جا جديد ووكيل الملك اللي جا جديد غيقدروا يكونوا ارحم من اللي سبقوا. انا كنتمس من اي واحد يوصل الصوت ديالي، يوصل للجهات المعنيه، يوصل للسلطات المعنيه بالامر باش يديروا تحقيق، يفتحوا بحث معمق باش يشوفوا هاد المشكل اشنو هو المصدر ديالو. راه ما يمكنش، هذا راه زور، هذا راه نصب واحتيال، راه النصب هذا واش ينصب علينا وحنا عندنا الوثائق كامل وبجوج شهود شاهدين زور يتعطيو ارضنا ومسقط راسنا، وحنا تكنيين حيدوها، لا تحيدنا من هذيك البلاصه، تكنيتنا خصنا نحيدوها وشوفوا اش عطينا. كنطالبوا من المحكمه تبدل لينا كنيتنا حتى هي تعطينا كنيه اخرى. راه ما يمكنش، حنا وصلنا حنا في 2021 باقي هاد الظلم وهاد الحقرة كامله، وحنا كتقولوا دوله الحق والقانون، فينا هو هاد القانون وفينا هو هاد الحق؟ انا راه تظلمت اكثر مما يكون. واش انا 4 سنين وانا طالعه هابطه في هاد المحكمه؟ راه كاينش اللي معرفني في هاد المحكمه، راه كاينش اللي معرفنيش، راه حياتي وقفت، راه وليت كنفيق نمشي للمحكمه كنجي صافي، ما بقى عندي حتى شي خدمه اخرى من غير المحكمه. وشويه حسوا بينا، راه حنا عندنا وليدات وعندنا مسؤوليه، راه بزاف هاد الشيء، راه بزاف، راه هاد الشيء راه يفوق الخير، راه ما يرضى به لا ربي ولا عبده. وكان عنده واحد الذره ديال الشفقه والرحمه يشوف من حالنا. هاد السيد راه غياكلنا حيين، راه غياكلنا، راه بزاف، راه تعرضنا للضرب، للجرح، للسرقه، مؤخرا للتهديد، وكيصيفط لينا ناس كيجيو لينا يهجموا علينا، وهاد الشيء كاين فيه فيديوهات كتوثق هذاك الشيء اللي وقع، ودرت فيه شكايه، وشكايه مازالت ناعسه الحمد لله. كنتسناو هاد الناس وقيلا كيتسناو تيجيو يقولوا لهم راه لقينا جثت مرميه في هذيك البلاصه الفلان فلانيه، وهذيك الساعه عاد غيخرجوا يديروا البحث ديالهم. الموضوع طويل بزاف، ولكن انا قلت هذا الشيء بايجاز، على وعسى اللي شافوا يقدر يفهموا ويقدر يطالع على الموضوع وبعجاله. وشكرا لانكم عطيتوني وقت وشفتوا الفيديو ديالي، والله يرحم الوالدين، ونعاود ثاني نكرر لكم الشكر. للمشاركه في القناه لا تنسوا الضغط على لايك، اي جيم مع تفعيل الجرس ليصلكم الجديد تشجيعا لنا. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.